خلونا نروح مشاهدينا لتاني أخبارنا. النهاردة كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي نفت بدورها تلك الأنباء. وأكدت الهيئة أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات. الحقيقة شائعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة في المجتمع لإيقاف مسيرة البناء والتنمية التي تجوب جميع أرجاء الوطن. معنا اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والأركان، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذة رانيا والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقة شائعات مغرضة هنا وهناك هدفها إثارة البلبلة خاصة مع المشروعات والإنجازات القومية الضخمة التي تقوم بها القيادة السياسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف نظرت إلى هذه الشائعات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وربما استقطاع جزء منها للاحتفاظ بها كأمانة في الخزانة العامة؟ هو طبعا اسمحي لي في البداية ان احنا نقول ان الشائعات لها هدف. هذا الهدف هو خفض الروح المعنوية، فقد الثقة ما بين الشعب وبين قيادته السياسية. هم بيستخدموا هذه الشائعة لتحقيق ان يكون في هناك عدم رضاء من جانب الشعب على القيادة وعلى الحكومة، وبالتالي بنجد ان الشائعة بيؤلفها حاقد ويعني بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنا بسميها مواقع الدمار العاجل، لأنها بتساعد في سرعة نشر الشائعات. بالإضافة أيضا أن هذه الشائعة بتكون يعني ليست وليدة اليوم، ولكن لها من النظرة التاريخية شائعات استخدمت منذ فترات طويلة، يعني ممكن من قبل سنة 500 قبل الميلاد. وكان هناك عالم كبير هو سان تزو. سان تزو ده في كتابه فن الحرب اتكلم عن الشائعات واتكلم عن الروح المعنوية وكيف أن الروح المعنوية دي بتؤثر لدى كثير من الشعوب ومن الدول. بنلاقي أن الشائعة ممكن هناك لها خصائص، هذه الخصائص أنها يشوبها الغموض وما نعرفش مين الذي أطلق هذه الشائعة، لكن بتخاطب كل المستويات ولا تحتاج مستوى معين لفهم تلك الشائعة. أيضا بنجد أن أيضا هذه الشائعات لها أنواع من حيث الدوافع الانفعالية ومن حيث الأساس الزمني. من حيث الدوافع الانفعالية هم بيجيبوا شائعة يعني بيفدها الناس، يعني بتمس حياتهم اليومية، بتمس يعني أكل عيشهم. فنحن نعلم أن المعاشات دي بيترقبها الكثير من المواطنين كل شهر. عندما يتم إطلاق مثل تلك الشائعات فتؤدي إلى يعني خفض الروح المعنوية. طيب حضرتك ربما رصدت، يعني عفوا للمقاطعة، ربما رصدت أهم أسباب هذه الشائعات وتاريخ هذه الشائعات الطويل منذ قديم الأزل، ولكن كيف يمكن مواجهة هذه الشائعات من وجهة نظر حضرتك، خاصة نحن نتعرض الآن لحروب الجيل الرابع والخامس وأيضا الكتائب الإلكترونية المنتشرة هنا وهناك من أجل ربما إعاقة مسيرة التنمية؟ فعلا ده سؤال مهم جدا، اللي هو كيفية مجابهة مثل تلك الأنواع من الشائعات. أنا بقول أنه يجب على المسؤولين سرعة القيام بتجذيب تلك الشائعة بكل صراحة وبكل وضوح. وأنا بعتقد أن ذلك بيتم من خلال مجلس الوزراء والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبيقوموا بتفنيد مثل تلك الشائعة. ده أول حاجة. نمرة اثنين، يجب على الشباب أنهم لا يستمعوا إلى مثل تلك الأنواع من الشائعات، لأنه يجب أن يتم تحري الصدق قبل الصدق. ولذا بنجد أن احنا شبابنا واعي، شبابنا وطني، بيعلم أن هذه أنواع من الحروب الحديثة اللي بنسميها حرب الكلمات، حرب الأعصاب، بنسميها حروب الجيل الرابع.
اللي هي او الحروب اللامتماثله، دي ادوات حروب الجيل الرابع اللي هي الشائعات والدعايات المغرضه. وبالتالي انا بقول ان احنا هناك وعي كبير لدى المواطنين ولدى الشعب المصري ولدى الشباب انه لا يجب ان يتم الانصات الى مثل تلك الشائعات. شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، أشكرك يا فندم جزيل الشكر.